اليوم بقي لي إلا وربما هذه الشطر الثاني من تدخل تاعي يكون في مداخلات أخرى إن شاء الله مواصلة كل ما قمنا به من ناحية في الناحية الاقتصادية من ناحية الشباب من ناحية الأمور الاجتماعية نواصل في بناء السكنات نلتزم بها أن ما نوقفش ملايين سكنات ستبنى إن شاء الله ريفية وحضرية بمختلف أصنافها حتى يستفاد الشباب تاعنا من السكن. نشوف كذلك بالنسبة محاربة الآفات الاجتماعية وعلى رأسها السكن أنا قررت بالنسبة للعهد الجاية 2 ملايين سكن 2 مليون دو لوجمون وأنا نلاحظوا باللي السن تاع المستفيدين بالسكن بدأ ينزل. أنا مدبية باش الشاب والشابة اللي يوصل 27 سنة 25 سنة يدي الدار تاعو وما نزيش نشوف وما نرضاش لأي جزائري باش يعيش في بيوت قصديرية. اليوم السكن احنا العملية اللي نديرو بها والمشاريع تاع السكن اللي قايمين بها العالم بإسره وأقول العالم بإسره حاسدنا فيها. ما فيش دولة في العالم من أكبر الدول وأقوى الدول إلى أبسط الدول ولا واحد بنى 3 ملايين و500 ألف سكنة في هذه البلاد.